معنا استغاثة وصلت إلى البرنامج من منطقة الهرم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، تعرفين على نفسك؟ أنا غادة منصور فهيم مسيحة. أهلا بحضرتك، بتحكي لنا إيه اللي حصل لو تكرمتي؟ اللي حصل أنا كنت أنا عندي شقة بأجرها معايا. اتفضلي سامعينك، ويا ريت توطي التلفزيون تسمعينا من عشان التليفون ده مش بس لو تكرمتي. تمام مع حضرتك. انا عندي شقه باجرها ويجي حد اجرها مني، فصاحبه ياجرها لصاحبه، فصاحبه لما جه وتسجل ان احنا مسيحيين انا مش باجر عند مسيحيين. طبعا حصلت مشاده وكان ابني موجود، فالحقيقه ضربوه ثلاث رجاله او اربعه، جابوا لنا واحده ست جابتني من شعري، وابني جاب دم بقى، ابني جاب دم وش ودماغه وكل حاجه، ابني روماريو. فقلت له بص بقى تعالى نروح، ابني طبعا قال لي كده الدم بالدم وانا خايف نروح، قلت له لا احنا نروح عشان نضمن حقك، لازم نروح نبلغ عشان نضمن حقك. رحنا بقى نقطة الرماية، لما رحنا نقطة الرماية اصبحنا المتهمين، ما نعرفش ازاي يعني، عادونا مش عايزين يعملوا لنا محضر. بعد كده راحوا جابوا التانيين، يا جماعة طب اعملوا لي محضر، لا طب خلاص انا مش هعمل محضر عايز امشي. حتى دخلت المحامي معايا وكلمهم، قالوا اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط، يعني هي جايه المفروض تعملوا لها ايه، تعدي وضرب عليها هي وابنها. رغم كده هم رفضوا يعملوا الكلام دوت، وفضلوا معادلنا 9 ساعات في نقطه الرمايه. يا جماعه خرجونا، لا مش هتخرجوا، طب اجيب حاجه من العربيه، وقفوا حرس مش هتطلعوا من النقطه. اتصلت بشرطه النجده، قلت لهم احنا محتبسين في شرطه الرمايه في نقطه الرمايه، واحنا جايه عشان اعمل بلاغ لضرب وتعدي علينا، لا عايزين يعملوا المحضر ولا عايزين يطلعونا بره حبسنا. فقعدنا الناس جابوا ناس يرادونا ويصالحونا المسلمين، وقلت خلاص انا مجرد، وكمان كلبشوا ابني وخدوه متكلبش يروح يعمل كشف طبي لما انا اشتكيت للنجده. طب انتوا ازاي تعملوا كده؟ يعني هو احنا جايين نشتكي بتكلبشونا؟ طبعا الناس رادونا، انا لما شفت ابني كده قلت خلاص احنا مش عايزين حاجه، وارتضيت الحكايه كده، ما عملناش محضر. فقلنا خلاص الناس قالوا لنا اللي انتوا عايزينه، قلنا لهم خلاص احنا الو احنا هنكتب المحضر مع اي حضرتك. اي اتفضلي. هم رفضوا في النقطه المحضر، قالوا لازم احنا نعمل محضر. طب احنا مش عايزين نعمل محضر والناس مش عايزه تعمل، احنا خلاص مفيش اي حاجه. لا المحضر اتعمل غصب عننا، وقالوا لي عايزه تتصالحي تنازلي عن البلاغ اللي عملاه ب 122. اتصلت ب 122 وتنزل تعال بلاغ، هتلاقيهم بيحكوا عليا، يروحوا بقى واخدين تليفوناتنا واتحبسنا، خدونا بقى متكلبشين. احنا كنا عايزينك تتنازلي بس عن البلاغ وخلاص كده بقى. ودوني المامور اسمه الهرب متكلبشين. طبعا ازاي احنا رايحين نشتكي وابني الدم ودوه مقطوعه لغايه تاني يوم. رحنا المامور اسم الهرم قال لي مش انت اتصلتي ب 122، احنا هنعرف ناخد حقنا منك ازاي. قلت لها مش مجرمه، وعلى فكره انا هنا الناس بره عارفين ان انا هنا. مامور اسم الهرم محمد بيه نبيل اللي قبل حضرتك عارف مين مدام غاده منصور، مامور اسم الصف احمد بيه حمدي اللي موجود دلوقتي عارف مين غاده منصور، يعني انا مش مختطفه، الناس دي عارفاني كويس. فقال لي وانا هاخد حقي في حته انك انت بلغتي 122، ما فيش تنازل، تنازل بقى في النيابه وتشرفينا بقى الليله دي كل انت وابنك معانا، والناس طبعا معانا برضه. دخلنا الزنزانه، مش قادر اقول لحضرتك طبعا اللي احنا شفناه، ابني اتقلب وخدوا منه حاجته، وتاني يوم بقى بهدلنا وقعدني على البلاط ومستنيني في الشارع وانا طالعه مترحله طبعا في الترحيلات متكلبشه. قال لي ايه رايك؟ صباح الفل، واقف لي في الشارع المامور بيصبح عليا ويقول لي ايه رايك؟ انت لسه شفتي حاجه؟ طبعا انا رحت النيابه بتاعت اكتوبر وقعدنا برضو في الزنزانه فوق، حصل لي اغماء، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا ده، يعني احنا رايحين نشتكي اتسجننا. فقعدت بقى اقول له، يعني طبعا كلهم قلنا مافيا بقى اللي معاكوا هاتوه، كل الامناء قلت لهم معيش فلوس، انا حاجتي اصلا والتليفونات حطيتها في العربيه عند النقطه ومعيش فلوس، وابني اتقلب وخدته منه سلسلته الفضه والحاجه، هم داخلين ابني معهوش حاجه خالص. فطبعا الشتايم والمافيا وانهم بيلموا فلوس من الناس بالعافيه، والناس يعني مش قادره اقول لك المعامله عامله ازاي. ايوه مأمور اسم الهرم اسمه ايه؟ رجعت تاني بقى مش عارفه اللي موجود دلوقتي، رجعت تاني استناني، كنت في حاله اغماء. انت يا ست انت، قلت له، قال لي لسه هتشوفي، انت لسه شفتي حاجه؟
طبعا المفروض ان انا ارجع يتقصوا على البطايق بتاعتنا وندخل مباحث على طول ونخرج. اثار يسجنني وتفتش تفتيش صعب جدا، قلعوني كل هدومي رخامه منه، فضل رايح جاي عليا قدرني مامور رايح جاي. بعد كده خمس زنزانه تاني، بعد كده طلعنا فضل معادني قبل 12 الا ربع بالليل على البلاط. بعد ما البطايق بتاعتنا من الساعه 8 احنا ما لناش اي قضايا خلاص، برضه فضل معطل الموضوع. وانا خارجه 12 الا ربع قال لي ايه رايك؟ انا عرفت اخد حقي منك تالت ومتلت عشان ما تهوبيش ناحيه النقطه ولا ناحيه الاسم تاني. واحنا خارجين بالليل انا وابني. ايوه حضرتك قلتي انك ما تعرفيش اسم مأمور اسم الهرم. اللي موجود حاليا مأمور اسم الهرم الحالي، لان الموضوع ده كان لسه التلات والاربع ده اللي فات. ايوه طلعنا الاربع منه. ايوه والموضوع كله كان بسبب يعني ان خلاف انا على بلغت 122. ايوه هو عمل معايا كده عشان، بس هو اصلا ما كانش راضي يعمل لي اي محاضر. ايوه كان يعني اللي نعرفه انه كان في بعض الشتائم والاهانات اللي وجهها المستاجر اليكم. شتمونا طبعا، احنا ما نرجعش على ناس مسيحيين، وشتايم صعبه وضربونا. يعني كان ايه نوع الشتايم؟ يعني اقولها؟ يعني اللي نعرفه ان هو قال عليكم ان انتوا يعني قال انه مش بيسكن عند ناس كفره. هل مسيحيين وكفره. قال هذه الكلمه؟ ويا اولاد كذا يا مسيحيين اي وحاجات كده يعني. اي تمام. طيب حضرتك يعني على الهوا لو تحبي توجهي اي نداء اتفضلي. لا احنا طبعا الموضوع الداخليه والبيتعاون لسه في ناس عندها عقليه المسيحيين والمسلمين، والداخليه طبعا ان هو بيتعاونوا معاهم، والدليل ان هم ما رضوش اصلا يخلونا نعمل محضر من الاول ومنعونا عن ده، والكاميرات في نقطه الرمايه تثبت هم قعدونا اكتر من 8 ساعات عندهم في النقطه ورفضوا التصالح. يعني اصلا رافضين، انا ما عملتش محضر عشان اتصالح اصلا، رافضين التصالح. ايوه عشان يبهدلونا. ايوه ودلوقتي الموضوع انتهى على ايه؟ ان احنا خرجنا، انا خايفه بصراحه اشتكي يبهدلونا، انا ليا ظروف خاصه، جوزي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ويعني القصه دي هتنهد لو خدوني تاني انا وابني. ابني في اولى جامعه، ابني طبعا طلع قال لي بعد كده ما نشتكيش، بعد كده اي خناقه ناخد حقنا ما نروحش نشتكي، يا اما نتبهدل. طب ما يعني صعب قوي اللي اتعمل كده، الواحد لو حصل فيه حاجه يروح يلجا لمين؟ يشتكي لمين؟ ايوه ما احنا لو اشتكينا نتسجن. الموضوع ده حصل امتى؟ التلات اللي فات يوم 15/2، وطلعنا من نيابة أصلا تصالح وإفراج يوم 16/2 الأربع، تلات والأربع. أيوه طيب يعني طبعا واضح إن هنا في اضطهاد ضدكم وعدم إنصاف، خصوصا من اسم الشرطة في البداية كان في نقطة الرماية وبعد كده في اسم الهرم، مظبوط؟ أي ودلوقتي الموضوع توقف على الصلح وأجبروكوا على التنازل عن البلاغ. ما عشان بهدلوا ابني فضل بدم وهدومه متقطعة لتاني يوم، محدش حتى عالجه، خدوه من الكلبش كشف طبي كأنه مجرم رايح يشتكي بقى مجرم. وأنا بصراحة يعني ما خدتش قرار في إن أنا أشتكي، لأحسن يبهدلونا، إحنا تحت دايرتهم. مأمور اسم الهرم إحنا تحت دايرته، أنا شفت الستات بتضربوا إزاي هناك وبيعملوا فيها إيه فالواحد مش عايز، يعني أنا خايفة من البهدلة طبعا، يعني مش عارفة أعمل إيه. أيوه عموما يعني حضرتك يعني بعرضك لهذا الموضوع نرجو إنه يتم التحقيق فيما حدث، ويعني يشوفوا موضوع اسم الهرم و يعني الباتش اللي قام به مأمور هذا القسم. أكيد أكيد إحنا نفكر طبعا في الموضوع ده، بس أنا خايفة يأذينا أكتر، لأن هو إيه في المنطقة كلها، وإلا ما كانش خدنا بالفتيرة وسجلنا بالفتيرة وإحنا رايحين نشتكي أصلا. لا عادة لما بيلاقوا في اهتمام من الإعلام بيتلموا شوية. تمام. أيوة وعموما طبعا مرحب بيكي في أي وقت، لو حصل أي تطورات نتواصل ونعرض الموضوع من تاني. طيب ميرسي جدا لحضرتك. متشكر جدا لحضرتك، ده أحد الأمثلة لأسرة بسيطة قبطية كان يعني موضوع بسيط خلاف بينهم وبين أحد المستأجرين، تطور الموضوع وحصل خلاف بينهم ويعني رفض إن هو يسكن عندهم على حد
تعبيره لما قال مش بيسكن عند ناس كفرة. تطور الموضوع إلى الاعتداء بالضرب عليها وعلى ابنها، لجوا إلى قسم الشرطة، وحضراتكم سمعتوا تفاصيل ما حدث لهم في أقسام الشرطة. تحولوا من ضحايا إلى جناه، أجبروا على التنازل عن المحضر اللي عملوه والشكوى اللي عملوها، وبدل ما يكونوا أصحاب حق رجعوا إلى بيتهم وهم مظلومين مقهورين، خايفين حتى من أن يتم الاعتداء عليهم مرة أخرى، سواء من الجناه أو من يعني أفراد الأمن في نقطة الرماية وفي قسم شرطة الهرم.